مرحبا، راح أبلش بقصة قصيرة عن شاب أراد تغيير العالم. في البداية قرر أنه يغير العالم، ولكن وجد أنه الأمر شوي صعب. ثم قرر أنه ينتقل لبلده والمجتمع اللي بيعيش فيه، ولكن كمان وجد الأمر شوي صعب. بعدها قرر أنه ينتقل لأسرته وأفراد عائلته وأصدقائه اللي حواليه، فقرر أنه يحاول أن يغيرهم، ولكن كمان وجد أنه الأمر صعب. فاكتشف بالآخر إذا أردت أن تغير أسرتك أو البلد أو العالم فيجب أن تبدأ بنفسك. فهو اكتشف أنه لازم يبدأ بتغيير نفسه حتى يبدأ بتغيير من أسرته ومجتمعه ومن ثم العالم ككل. إذن الحل هو أن نبدأ بأنفسنا. لو أردت تغيير شخص واحد فقط، إذن يجب أن تغير بنفسك وتبدأ بنفسك، وستجد كل من حولك بدأ بالتغيير بالشكل الإيجابي والمطلوب. إذن السؤال هنا، كيف من الممكن أن نبدأ بأنفسنا أو نغير من أنفسنا؟ هناك مجموعة من النقاط سوف أطرحها في هذا الفيديو. 1- يجب أن تكون قدوة حسنة للآخرين. كالمعلم أو الأستاذ يجب أن يكون قدوة حسنة لتلاميذه بأن يرشدهم إلى الطريق الصحيح. النقطة الثانية وهي أن تجعل ظاهرك كباطنك. هناك مقولة جميلة تقول: التصنع يفقدك أشياء جميلة أولها أنت. دائما كن على طبيعتك دون أي اختلاف. النقطة الثالثة هي تقبل الآخرين ولا تكن عنصريا. تعتبر هذه من أهم النقاط للبدء في التغيير، ولكن تقبل الآخرين ليس بالأمر السهل عند البعض. فقط لا تتسرع في الحكم على الآخرين والغرباء. 4- تسامح مع نفسك وتسامح مع الآخرين. التسامح هو شيء جميل في حياتنا وهو أساسي للبدء في التغيير نحو الأفضل. ربما تسامحك مع الآخرين يكون فرصة لشخص ما للتغير نحو الطريق الإيجابي والأفضل. 5- قدر الاختلاف. الأشخاص الذين يقدرون الاختلاف هم أكثر تقبلا للآخرين. ربما تعصبك يجعل عالمك أكثر محدودا. 6- المحافظة على النظافة. المحافظة على النظافة هي مرتبطة بالنقطة الأولى، وأن تكون قدوة حسنة للآخرين بأنك تحافظ على نظافة بيتك وبلدك والعالم ككل. ماذا لو طبقنا مقولة ابدأ بنفسك؟ ربما لفت انتباهك خلية النحل والنظام الحاصل داخل هذه الخلية. فالسر هنا أن كل نحلة بدأت بمقولة ابدأ بنفسك وحصل التغيير وحصل النظام داخل هذه الخلية. فماذا لو طبقنا نحن البشر مقولة ابدأ بنفسك وبدأنا التغيير الإيجابي بأنفسنا لحصل التغيير الإيجابي والفعلي بشكل مباشر؟